أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نناقش أهم استخدامات برنامج إكسل مع أنواع البيانات مع طرق إدخال البيانات، كذلك راح نناقش الفرق ما بين المعادلة والدالة مع أمور أخرى. تابعونا. برنامج إكسل له استخدامين. الاستخدام الأول هو إدخال البيانات، والاستخدام الثاني هو إجراء المعادلات. فيما يخص إدخال البيانات، هنالك عدة أنواع للبيانات. طبعاً عندنا بيانات نص، وعندنا رقم، وعندنا مختلط، وطبعاً عندنا منطقي. أما بالنسبة لإجراء المعادلات، عندنا معادلة وعندنا دالة. راح نجي نشرح هاي الأمور بتفصيل أعمق شوية. طيب، نجي نوضح أنواع البيانات. طبعا عندنا بيانات نصية، وعندنا طبعا رقمية، وعندنا مختلطة، وعندنا بيانات منطقية. طبعا بالنسبة للنصية اللي هي النصوص، مثلا عندنا أحمد، أو مثلا أصناف كتاب، أو مثلا دول، أو مثلا محافظات. أما فيما يخص البيانات الرقمية، مثلا عندنا أرقام، أو مثلا عندنا سنين، أو عملة مثلا 1200 دولار، أو ممكن طبعا أرقام تليفون وهكذا. فيما يخص البيانات المختلطة اللي هي طبعا التواريخ، مثلا عندنا 1 شباط 2024، أو التاريخ بشكله الرقمي اللي هو مثلا 22 2020. طبعا هنا عندنا رقم، هنا رقم، هنا ايضا رقم، ولكن هذا السلاش المائل هو من فئة النصوص، لذلك اصبح عندنا بيانات مختلطة. ايضا هنا عندنا طبعا 1 رقم، ولكن الاشباط نص، وال24 رقم، لذلك اصبح عندنا تاريخ او بيانات مختلطة. فيما يخص البيانات المنطقية اللي هي الترو اند فولس، طبعا هذه بيانات منطقية تستعلم عن قيمة، وطبعا هذه القيم ممكن انه نستفاد من عندها في تحديد اشياء معينة. طبعا عندنا المعادلات والدوال. المعادلات تستخدم لإجراء العمليات الحسابية على الأرقام، فإذا المعادلات نستخدمها لإجراء العمليات الحسابية على الأرقام. مثلا عندنا 1 زائد 2 يساوي 3، فهالعملية تسمى صم، جمع أو summation. أما بالنسبة للدوال فتستخدم لإجراء العمليات الحسابية على النصوص، مثلا عندنا حساب النصوص count، أو مثلا عندنا الدالة if، أو مثلا عندنا VLOOKUP، وهكذا مجموعة من الدوال اللي تستخدم على النصوص. فإذا المعادلات تطبق على الأرقام، أما الدوال فتطبق على النصوص. طبعا عندنا مجموعة طرق لإدخال البيانات على برنامج إكسل. عندنا الطريقة اليدوية من خلال الكيبورد، وطبعا الطريقة الثانية اللي هي طريقة الملء التلقائي اللي هي طبعا الأوتو فول. الطريقة الثالثة اللي هي من خلال الدوال. طبعا هذه الطريقة شهيرة جدا ونستخدمها بكثرة، مثلا إضافة الوقت والتاريخ من خلال الدالة today، أو الدالة now، وهكذا. عندنا مجموعة من الدوال اللي ممكن نملأ بها البيانات بشكل مباشر. طبعا هذه نبذة أولية عن استخدامات برنامج إكسل. إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نتمعن ونتبحر أكثر في هذا البرنامج العملاق.